تحت شعار السياحة والسلام، احتفلت محافظة الأقصر بيوم السياحة العالمي بساحة معابد الكرنك بحضور المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر. تضمنت الاحتفالية عروض موسيقى المزمار والخيول العربية وعروضا غنائية وفولكلورية بالأزياء الفرعونية، إلى جانب العروض الفنية لفرقة الأقصر للفنون الشعبية، وذلك بحضور العشرات من السياح بمختلف الجنسيات الذين حرصوا على التحدث زميلة دعاء نيدي. بحضور محافظ الأقصر، احتفلت المحافظة باليوم العالمي للسياحة. حضر الاحتفالية القيادات التنفيذية وبعض من الشخصيات العامة بالمحافظة. احنا في قلب ساحة معبد الكرنك، في قلب معبد الكرنك في الأقصر، في بلد الأمان، في السلام والأمان كله. بنحتفل النهاردة باليوم العالمي للسياحة، ودي اللي مقصود من المهرجان، اللي عندنا أمان وعندنا سياحة ثقافية وسياحة علمية، وإن شاء الله يعني شايفين المنظر والتجمع الجميل، فادي رسالة للعالم كله إن ييجوا يشوفوا تلت آثار مصر هنا في الأقصر وسدس آثار العالم. كل المحبة وكل الترحاب مننا ومن شعب الأقصر بالسياحة وكل وفدنا على السياحة إن شاء الله. تمنيات إن النجاح لها ويكون كل الفنادق فيها إشغال 100%، ونزود الغرف الفندقية ونعمل سياحة ريفية وسياحة علاجية. احنا بنحتفل باليوم السياحة العالمي في محافظة الأقصر، وده من المهرجانات أو من الأيام اللي عندنا اللي ليها صدى عالي واللي بنحب إن احنا نشارك السائحين فيها، واللي إن شاء الله الفترة اللي جاية هيكون في مهرجانات كتير هنشترك فيها علشان نعمل تنشيط للسياحة في الأقصر ونعمل رواج ليها، وبإذن الله تلاقي صدى كويس لدى السائحين. النهارده بنحتفل بحاجة طيبة جدا، وهو يوم السياحة العالمي اللي بيواكب كمان حدث مهم جدا وهو بداية الموسم السياحي لمصر. الحمد لله رب العالمين، أخبار جيدة جدا بمناسبة هذا اليوم، عودة الطيران من أورلي باريس مرة ثانية بمعدل 4 طيارات قابلة للزيادة في الأسبوع، عودة الطيران من لندن بعد انتظار 11 سنة مرة ثانية، عدد طيارات الشارتر حيوصل إن شاء الله من 15 أكتوبر إلى 25 طيارة في الأسبوع. أعتقد أن الأقصر مقبلة والسياحة الثقافية مقبلة على موسم سياحي ناجح، رعاية مهمة جدا الدولة والآثار، كل الناس مهتمة بأن يكون هذا الموسم. كمان في حاجة مهمة جدا نحب نقولها، أن في 48 معرض أو مؤتمر عالمي هيعقد في الأقصر ما بين الأقصر وأسوان، ده اللي يخلي الأقصر تزاحم وبقوة شرم الشيخ كان تكون مدينة مؤتمرات بامتياز. صاروا طيبين بالنسبة لعيد السياحة العالمي، وده بنستعد ليه كل سنة في نفس اليوم، بنرحب بالسياح وكل سنة وهم طيبين في السياحة، والسياحة بخير إن شاء الله، وإحنا على استعداد للموسم الجديد، والموسم هيبدأ الأيام ديت. الحمد لله الموسم بدأ كويس رغم الحروب اللي حوالينا، ولكن الأقصر بخير ومصر بخير. كل سنة ومصر كلها طيبة والأقصر طيبة والسياحة في مصر بخير، وكل سنة وشعب الأقصر المتيار اللي دايما معودنا من زمان قوي قوي إنه ادخلوها آمنين. أنا عايزة أقول النهاردة عرس كبير قوي. أنا طبعا أمين سر لجنة السياحة في البرلمان ونائبة محافظة الأقصر. الحقيقة النهاردة كلنا بنحتفل، التربية وتعليم، آثار، سياحة، أطفالنا الحلوين، مستقبلنا جاي بيقول للأجانب أهلا وسهلا بيكوا، إحنا البلد المضيافة، مصر آمنة، مصر مستنياكوا، فاتحة إيديها، عندنا حضارة 7000 سنة، عندنا الآثار والمعابد، عندنا حاجات جميلة، عندنا تلت آثار العالم، بنرحب بيكوا، عندنا كل أنواع السياحات اللي ممكن تقدروا تيجوا وتستمتعوا بيها، هتلاقوا الخدمة وهتلاقوا الترحاب. اهلا وسهلا بيكم النهارده وكل سنه ومصر كلها بخير وشعب مصر بخير. очень приятно быть на дне туризма в Египте. Это прекрасный праздник, прекрасная страна. Я очень рад здесь находиться. Всем желаю здоровья и благополучия. هو سعيد جدا ان هو في مصر هنا، يتمنى للكل الصحه والسعاده. هو مبسوط جدا في مصر. Скажи, что мы будем еще, например, сколько дней, первый раз в Египте, например? Первый раз в Египте, я был уже в Каире, сейчас вот приехал в Луксор, мне очень интересно, с детства было приятно и интересно увидеть все эти достопримечательности и ваше наследие, вашу культуру. Он был в Каире, и сейчас в Луксор.
ومبسوط جدا بالآثار في مصر، مبسوط جدا وسعيد جدا بمصر. Today is World Tourism Day in Luxor. I'm just so glad to be here. It's great and I've just wanted to come here for such a long time. So now it's here. It's fabulous. هي النهاردة اليوم العالمي للسياحة وهي مبسوطة جدا وسعيدة جدا. نحن فرحانين جدا بالدولة المصرية، بمصر الحبيبة. أنا جاي من المغرب ونحن نحب المصريين كلهم. هذا وقد أكد محافظ الأقصر على حرص المحافظة تدعيم السياحة العالمية للحضور لمدينة الأقصر وزيارة معالمها السياحية. من الأقصر دعاء نجدي.